فرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية مسابقة للمواهب الشابة في كل من الغناء والعزف الشرقي والغربي. وعن هذا النشاط تناولنا الأمور التنظيمية والفنية مع الكادر الإداري والشباب الموهوب. ببداية كل عام دراسي بنعمل سبر مواهب بالمدارس، بكل وحدة شبيبية بنعمل سبر مواهب، فمن خلال هالسبر المواهب نحن بضل في في تواصل بينه وبين الروابط، بجيبوا هالسبر المواهب. طبعا نحن بيكون في عنا لجنة، ومن خلال هاللجنة هي بتقيم الأعمال اللي ممتازة واللي يعني عم يشتغلوا شوي، نحن بنشتغل عليهم أكثر. اتحاد شبيبة الثورة هي جوهر الشباب في سوريا، أنا هيك بعتبرها كمجال موسيقى، لأنه إحنا إذا نرجع للتاريخ بنشوف نواة الفنانين في سوريا هي منظمة اتحاد شبيبة الثورة، فهي عنصر أساسي وركن أساسي للمسابقات الفنية الفردية اللي بتصير عنا بشكل عام الدوري. كثير لاحظت في مواهب واعدة، أن عازف البزو اللي طلع من شوي على مستوى عالي جدا، علما بأنه هو منه لحاله مبتدي، يعني موهبة فطرية. طبعا تتكمل الموهبة الفطرية بالعلم وبتطور أكثر فأكثر فأكثر، وبتعلم قلت له بتعلم نوطة، عم يتعلم نوطة الله مزبوط. بالنسبة للأغاني لاحظنا كمان عم يغنوا أغاني على مستوى عالي كتير برغم صغر سنهم. يعني هلا آلة البزق آلة كتير حلوة، وطبعا آلة كلها إحساس، وآلة شرقية بنعزف عليها معزوفات شرقية حلوة ومقامات شرقية، يعني مثل العود تماما. وهون الشباب لهم دور كبير بطلعتنا وطلتنا وساعدونا كتير لحتى وصلنا له. كنت صغيرة بالموسيقى، كان احنا عنا لو ما في موهبة كانوا أهلنا خلص إنه مثل ما دخلتي على مدرسة دخلتي على موسيقى. دخلت أول شيء عزف، بعدين أستاذي اكتشف إنه عندي صوت، ومن أنا وصغيرة كنت بالصف الثاني أو الثالث لهلا ضليت بهيدا المجال وعم بتدرب. وهي هلا بالنسبة للشبيبة أكيد هن اللي تابعوا مواهب بعمرنا، ونحن هون لأنه هن بدهم يبينونا، يعني فمشاريعهم كتير حلوة وفي كتير طرق عم يعملوها لحتى يخلونا نعرض هيدي المواهب ونعمل نتائج منها. نحن بالأول في تنسيق بين الشبيبة ومدرستنا، اتصلت فيني رفيق ربيع قال لي إنه في عنا المسابقة، طبعا سألوني إذا بوافق.